مساء الخير على كل مشاهدين موقع تليجراف مصر في كل مكان، ولسه مستمرين مع حضراتكم في تغطيه الحادث اللي تعرض ليه اللاعب محمد عمرو مصطفى وسقوطه في النيل خلال تدريباته. معانا طبعا شقيقه والدته اللي هتروي لنا يعني تفاصيل الواقعه. في الاول البقاء لله. اللهم لله. هو كان عنده تدريب عشان بطوله، وكان ابوه رايح ياخده من التدريب، قالوا لسه في كمان لفه هياخدوها. بس جه الكابتن اتصل على ابوه قال له محمد مش لاقيه، فاحنا قعدنا ندور عليه، وفي الاخر عرفوا بقى في ناس بلغت ان هو، في ناس كانت واقفه على الكوبري وبلغوا ان هو واقع. جينا بعد كده عمالين ندور عليه من امبارح ما لقاهوش، لحد النهارده الصبح رجعوا تاني نفس المكان اللي هو واقع فيه فلقوه. مش عارفين بقى ايه السبب، ايه ورغم ان هو كان بيعرف يعوم وبقاله 10 سنين بيتدرب وبيعرف، وكمان هم قالوا ان هو ممكن يبقى كابتن، ان هو كابتن يدرب الاطفال دلوقتي. بيعرف يعوم، بيخب بطولات كتير. الله اعلم، هم بيقولوا القالب اتقلب بيه وما لقناش غير المقداف، المقداف بتاعه دوت والقارب بس، انما ايه تاني بقى حصل الله اعلم، دي حاجه لا يعلمها الا الله. الساعه 10:30 وهو من 10:30 امبارح وهو معانا. كلمني عن محمد، احنا كنا شايفين عدد كبير امبارح في النادي، لان هو شخصيه محبوبه وشخصيه كويسه ومحترمه، وابوه برضو نفس الكلام، واللي موجود اهل امه واهل ابوه واصحاب اخواته واصحاب اخواله واصحاب ابوه. 10 سنين. تفتكر مثلا الموضوع ممكن يكون ليه علاقه بان هو مثلا هو كان تمام، كان كويس، وبعدين مش اول مره يعني، هو بيروح دايما باستمرار وما بيفوتش تمرينه، عارف ان هو ما بيفوتش تمرينه ايوه المفروض ان هو كابتن ما بيفوتش تمرينه، وبيعرف يعوم حلو يعني تمام. انا شايفاه يوم ايه، الجمعه اللي قبل اللي فاتت دي، عادي كنا قاعدين عند جده وبنشرب حاجة مع بعض وخلاص، وقعد يتعشى معانا وسبتهم انا بعد كده ومشيت. ابن اختي، ابني، انا كان عادي كان بيقعد يتكلم معايا ودراستك وخد بالك من مصلحتك ودنيتك انا عن نفسي ما كنتش بشجعه في موضوع التدريب ده، لانه في ثانوية عامة، وثانوية عامة ديت محتاجة شدة شوية من المذاكرة. ثانية ثانية ثانوي. لا هو بسبب البطولات والكلام ده كله كان شايل مادتين بقى، شايل كيمياء وفرنساوي تقريبا. علاقة أم بابنها صحاب برضه، إن احنا ما بنشدش على العيال لدرجة العنف ولا حاجة زي كده، لا أبدا، احنا عيالنا بيصاحبونا أكيد. كان باربي الحمد لله، انا كان كان من حفظة القران برضه، كان بياخد قران بيصلي، وكان اوقات بيقف امام مسجد كمان. والله اوقات كتير كان بيقف امام مسجد ان شاء الله عليه. ايه تاني ممكن تعرفيه حلو للناس عن محمد؟ قالوا عشان هو محمد شخصية محترمة وكويسة صراحة ربنا، يعني ملوش علاقة وحشة بحد، وابوه من النوع اللي بيصاحب عياله، ما بيحبش يشد عليهم، ما بيحبش يحرمهم من حاجة، يقول لك لا صاحب عيالي عشان ما يروحوش يصاحبوا حد بره. البلد عامله ازاي لما عرفت الخبر ده؟ البلد مقلوبة هناك 24 ساعة. محمد 24 ساعة، انا عن نفسي ما عرفتش الا امبارح المغرب، ما عرفتش الا امبارح المغرب بقى. رحت عشان امي، رحت عشان امي قاعدة اختها بيعلى، ورحت اشوف الدنيا فيها ايه، رحت لقيت امي تعبانه بقى، وما يعلم بقى الا ربنا يعني. الاهتمام لان دوت اهمال،
فين فريق بتاع الانقاذ اللي بيبقى المفروض يكون في البحر وقت ما يحصل حاجه زي كده؟ يكون الفريق الانقاذ موجود فين دوت مع محمد؟ الله اعلم، كذا ممكن يكون كذا حد قبل كده ومحدش يعرف عنهم حاجه، الله اعلم. هل محمد استفدكوا قبل كده من؟ لا خالص، لا لا بصراحه لا. وكان بيحب التمرين وكان بيحب الصوت، كان ملتزم في مواعيد التمرين جدا، ده دليل ان هو ما مهتم يعني. لا شكرا. الجراف مصر في كل مكان، يعني زي ما حضراتكم سمعتوا معانا تفاصيل الواقع اللي تعرض ليها اللاعب محمد عمرو مصطفى مواليد 2007 اللي سقط القارب بتاعه امبارح خلال التدريبات بتاعته 24 ساعه في الميه، تم العثور على جسمانه، ولكن هناك حلقات مفقوده وهناك يعني حلقات وتفاصيل لسه ما عرفناهاش في القضيه عن سبب سقوط اللاعب. يعني زي ما سمعنا من شقيقه والدته بقاله 10 سنين بيتدرب وبيعرف يعوم كويس جدا، ويعني سقط القارب بتاعه ولقيوا الجثمان في نفس المكان اللي سقط فيه القارب. تفاصيل كتيرة هنكشفها لحضراتكم عن الحادثة من خلال تلجراف مصر. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.